راهو في النهايه هو التزام مواطني واخلاقي، يعني في النهايه ما تنجمش تكون مسؤول على اي مؤسسه وهيكله وحتى عضو حكومه وما تكونش عندك على الاقل قدر كافي من الشفافيه والتعاطي مع بطبيعه التصريح والتعاطي ايجابي. اليوم اكيد باش يكون فما التزام او الحاجه بالقانون اللي ياكد على واجب التصريح، لكن في النهايه زاد نعتقد انه تاسيس واضح وجلي للديمقراطيه الناشئه في تونس. طبيعي باش يكون عندنا طبيعي في المستقبل تكون الثقافة هذه مرسخة عند الجميع، لأنه في النهاية هذا باش يعطي دفع كبير لتونس ويعطي دفع كبير للحكومة على أنه بالطبيعة تكون فما تمازج بين التجارب الموجودة في دول صديقة وشقيقة.